الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. النهارده بقى هنفرز مع بعض البرتقال بالجزر لشهر رمضان. هنفرز مع بعض شويه كده برتقال من غير جزر وشويه برتقال بالجزر، يعني هنعمل شويه كده وشويه كده. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ازاي البرتقال بالجزر من غير ما طعمه يمرر، من غير ما ياخد منك مساحه في الفريزر، وتقدري كمان تفرزي الكميه اللي انت عايزاها، بتقعد سنه كامله في الفريزر. في ناس كتير قوي اعرفها بتفرز البرتقال بحاله كده في الفريزر، ولما بتيجي بتطلعه بتطلع الواحده كده او بتطلع اتنين تلاته وتروح عصرهم. انا بفضل ان انا اعصره احسن. ليه بقى؟ علشان خاطر بياخد مساحه كبيره جدا في الفريزر. البرتقال اللي انا هفرزه النهارده ده برتقال بلدي، تحبي برتقال بسره براحتك، بس هو مستحب اللي انت تفرزي برتقال بلدي او البرتقال اللي هو اسمه برتقال صيفي، بيطلع كده في اوائل شهر اربعه. تمام كده؟ تمام. او اخر اربعة في اول خمسة، يعني ما بين شهر اربعة وما بين شهر خمسة، البرتقال اسمه برتقال صيفي. دلوقتي البرتقال سعره حلو قوي في السوق، يعتبر كده التلاتة بعشرة، وفي ناس بتبيع الاربعة بعشرة، والجزر كمان سعره حلو جدا في السوق. ويلا بينا بقى نفرز مع بعض ونشوف هنعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة ابدا. اول حاجة هعملها، انا مش عندي جزر مشترياه، يعني الجزر اللي انا هعمله الجزر كنت مفرزاه في الفريزر بالشكل دوت كده. طيب نسبة البرتقال قد ايه، او نسبة الجزر قد ايه، علشان خاطر تبقى نسبة متعادلة كده ويبقى طعمه حلو. هقول لك دلوقتي، هحط بس الجزر بتاعي هنا في الحلة علشان خاطر تطلعي كميه جزر حلوه، او قصدي كميه عصير حلوه كده وطعمها مناسب، وما يبقاش في حاجه غالبه على حاجه. كيلو برتقال بياخد ربع كيلو جزر، يعني مثلا لو انت هتشتري 4 كيلو برتقال ب 10 جنيه هتجيبي ربع كيلو جزر، هتجيبي كيلو جزر، فاهمه قصدي؟ يعني كيلو البرتقال بياخد ربع كيلو جزر. انا هنا حطيت الجزر بتاعي، سواء هو انا مطلعاه من الفريزر او انت لسه جايباه ومقطعاه بنفس الشكل دوت، او مقطعاه طريقه عشوائيه، هتحطيه في حله وتحطي عليه كوبايه ميه بس. بصي، هي كوبايه ميه واحده بس كده، وهتسيبيه على النار، او ممكن تحطي كمان كوبايه ونص او كوبايتين ميه بكبيرك، او ما تكتريش فيه الميه، لان احنا مش عايزين نعمل عصير فيه ميه كتير، احنا عايزين نعمل عصير مركز عشان ما ياخدش مننا مساحه، ولما نيجي نطلعه ويبقى نحط اللي احنا عايزينه. انا هولع عليها النار دلوقتي دي، وهسيبها كده عقبال ما نعمل مع بعض البرتقال. انا حطيت كوبايه ميه تانية على الجزر عشان اسيبه بقى كده على النار عايش حياته. البرتقال ده انا غسلاه ومنشفاه زي ما انت شايفه كده، يعني غسلاه من امبارح بمعنى اصح. هجيب بقى عندي طبق كده او اي حاجه عندي، هبدا ان انا افتح البرتقال بالنص بالنص كده، مش كده، يعني شايفه الفتحه دي مش من عندها، زي الليمونه، زي ما بنفتح الليمونه. هفتح بقى الكميه كلها عشان نعصرها مع بعض. بعد ما قطعت كده البرتقال بالشكل دوت، في ناس بتعمله بكذا طريقه، انا عن نفسي بحب اللي انا اعصره، سواء هعصره في المكنه بتاعت الكهرباء، او سواء هعصره على ايديا، سواء كده او كده مستحب اللي انت تعصريه. قبل كده كنت بعمله في الخلاط، وجت في مره بوظ الخلاط، ومن ساعتها هو على فكره انا عملته مره في الخلاط ونجحت معايا، تاني مره جاي اعمله في الخلاط باظ الخلاط، والحمد لله على كل حال. بيعملوه ازاي في الخلاط؟ بيقشروه زي الليمونه بالظبط، وبيقطعوه حلقات كده، وبتروحي ضرباه في الخلاط. بس ما انصحش حد يعمله، انا عندي اقعد كده على ايديا واعصر كده في العصاره بتاعت البرتقال اليدويه احسن بكتير قوي، ما بوظ الخلاط واروح ادفع ثمن كتير قوي في تصليح الخلاط. يلا بينا بقى نبدا على طول. في ناس برضو بتعمله على النار، عايزه اقول لك اللي بيتعمل على النار دوت مش حلو خالص. ليه مش حلو؟ علشان خاطر انت كده بتكسري كميه الكالسيوم اللي بتكون في البرتقال، لما درجه الحراره بتوصل لمرحله معينه بتكسري بيها الكالسيوم اللي بيبقى موجود. دي بقى عصاره البرتقال اللي هيسالني عليها يا جماعه، والله العظيم والله العظيم انا معرفش تمنها كام، ومعرفش بتتباع فين. اكيد بتتباع عند المحلات اللي بتبيع الادوات المنزليه. ده الماركه بتاعتها زي ما انت شايفه كده. طيب بقالها قد ايه عندي؟ بقالها حوالي نقول 6 سنين 7 سنين. طب انت ازاي مش عارفه تمنها؟ عشان هي جايه لي هديه، اخت جوزي هي اللي جايبها لي هديه. تمام كده؟ عشان خاطر ما الاقيش ناس كتير قوي في الكومنتات داخله عماله تكتب لي. اول حاجه بقى هبدا كده واسم الله ونعصر مع بعض. بصي انا حطيت هنا طبق كده عشان ابدا ان انا اعصر البرتقال بتاعي. بصي انت ممكن تغطيها بالغطا بتاعها ده اهي، بصي دي كده ليها غطا بتتغطي عليه كده،
وتمسكيها. بتلف كده شوية وكده شوية، شوية يمين وشوية شمال. وكمان انا قافلة اللوك بتاعها من هنا اهو، قافلة. لو انا عايزة افتحه بفتحه كده، العصير بينزل على طول زي ما انت شايفة كده. لف شوية يمين وشوية شمال. مش عايزة دوت بشيله خالص اهو، وببدأ اللي انا اعمل كده. على فكرة هي سعرها مش غالي، يعني انت لو رحت دورت عليها واشتريتيها هتلاقي سعرها مش غالي. برتقانة بالشكل دوت كده اتعصرت. مش عندك المكنة اللي هي العادية خالص او العلبة اللي هي بتتباع في اي محل بيباع دوت منزلية، تلاقيها بسبعة ونص. دي والله العظيم بتبقى حامية وشغالة معاكي مية مية. طبعا هي ما بتنزلش ولا الطفل ولا البذر. طبعا انا هعيش حياتي دلوقتي بقى واعمل الكميه كلها اللي انت شايفاها ديت عقبال ما الجزر يستوي، وبعد كده هقول لك هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا خلاص سلقت الجزر، مش عايزه فيه ميه عشان انا عايزه العصير دوت يبقى مركز. عايزاه اما احطه في الفريزر يبقى عصير مركز، وانا اللي احط الميه بعد ما اطلعه. تمام كده، انا يا دوب بس هحط شويه عصير هنا بس عشان خاطر الخلاط يلف معايا او الهاند بلندر يلف، لاني الجزر كده ما فيهوش ميه خالص، هو شرب الميه بتاعته. يعني الميه اللي انا حطيتها هو شربها. هضربه بقى بالهاند بلندر او في الخلاط على حسب اللي عندك. حطيت شوية عصير تاني وهبدأ اللي انا اخد ضربة تاني. بصي دلوقتي بعد ما ضربته بالشكل دوت كده بقى ناعم معايا خلاص اهو زي ما انت شايفة كده. طبعا انا زي ما قلتلك كده تقدري تحطيه في الخلاط. انا هنزله بقى هنا في كده في طبق يكون واسع شوية عشان ابدأ اللي انا اخلطه مع العصير البرتقال. طبعا هو هيبقى عندك بقى في الخلاط، انت هتقدري تحطي عليه البرتقال على طول، مش هتضطري تعملي بقى زي كده. لكن لو هاند بلندر هتضطري اللي انت تحطيه في حاجة واسعة كده. خلاص هبدأ انزل بقى كمية البرتقال بتاعتي كلها. هديهم برضو مع بعض كلهم كده ضربة من غير مية خالص يا جماعة. المية اللي انا حطيتها مع الجزر هو شربها. انتوا شايفين الجزر ما كانش فيه مية، لان دوت مركز. هتاخدي منه مثلا الكيس، هوريكي دلوقتي مقدار الكيس اللي انا هعمله قد ايه، وهتحط عليه كوبايتين المية والسكر وتضربيهم على طول قبل الفطار بنص ساعة، قبل الفطار بساعة، او عامة مش شرط شهر رمضان، في الايام العادية برضو في الصيف الجو بيبقى حر والواحد محتاج حاجة كده ساقعة منعشة تنعش عليه. بصي كده خلاص ده العصير اللي هو برتقال بالجزر، وده كده العصير اللي هو برتقال بس كده. ده هنفرزه برضو، ده كمان هنفرزه. بصي زي ما انت شايفاه كده. هقولك بقى دلوقتي هنعمل ايه. هتجيبي عندك شفشق، هتجيبي كوبايه، هتجيبي اي حاجه كده تكون مساحتها كبيره شويه عشان خاطر تقدري ان انت تحطي جواها الكيس كده. هحط كده الكيس هنا بالشكل دوت كده. وبصي هبدأ بقى اجيب عندي اي حاجة اعبيها. المقدار اللي انا هقولك عليه دوت هيكفي مثلا اسرة مكونة من خمس افراد، او مثلا نقول اربع افراد ست افراد، يعني كده متروح الرينج ده كده. هحط كده كوباية او مج كبير، هحط واحد تاني. طبعا دوت مركز، انت هتطلعيه بقى من الفريزر ان شاء الله باذن الله كده، وهتحطي عليهم كوبايتين ميه وهتحطي السكر. ايه اللي حصل لي؟ ايوه كده، وهتحطي عليهم السكر. بصي هتضغطي بقى على الكيس كده وتبداي اللي انت تقفليه. طبعا دوت مش هنعمله زي الطماطم علشان خاطر الطماطم كانت مركزه شويه وتقيله، لكن ده برضو لسه خفيف شويه بالشكل دوت كده. الكيس بقى ما فيهوش اي ميه خالص، وهقول لك ازاي نفرده، بس هعبي الكميه دي. انا بحط من دي كوبايتين ومن دي كوبايتين، والمج كبير بالشكل دوت كده. يعني المج دوت عايزه اقول لك اللي هو كبير جدا، عامل زي الشفشق بالظبط.
بصي دلوقتي خلاص خلصت الكمية بالشكل ده كده، ده البرتقال اللي هو السادة وده البرتقال بالجزر. عايزة تكتبي عليه اكتبي، لكن انا عن نفسي ببقى عارفاه يعني، لان بيبقى فيه اختلاف في اللون، ده اللون كده مصفر شوية وده مدي على برتقاني قوي يعني شوية. بس كده دي الطريقة بتاعتي، سهلة وسريعة ومش متعبة خالص. وكمان تقدري اللي انت لو فرستي كل يوم من كل نوع فاكهة كيسين او 3 اكياس، ان شاء الله هتلاقي عندك العصير بتاع شهر رمضان كله ال30 يوم عندك في الفريزر. مش هتبقي شايله هم مثلا الاكل، وكمان شايله هم العصير، الولاد عايزين يشربوا عصير ايه، دول صايمين عايزين يفطروا، الكلام ده كله مع الاضافه طبعا مع الخشاف دوت حاجه اساسيه. لكن لو عملتي مثلا ايه، نقول مثلا لو انت شايله مانجا بقى، طبعا هتطلعي مثلا مانجا، تعملي يومين مانجا يومين عصير برتقال ساده يومين بالجزر. في فراوله الايام دي تقدري اللي انت تفرزيها، وهسيب لك الطريقه في صندوق الوصف. في الصيف بقى داخل علينا والفاكهة اللي هي الحلوة دي عصير بطيخ، حاجات زي كده. بس كده يلا بقى قومي كده او انزلي اشتري برتقان وفرزيه يلا بنفس الطريقة دي، بجد طعمه حلو جدا. كيلو البرتقان عليه ربع كيلو جزر، والبرتقان السادة اهو دول كوبايتين كبار، هنحط عليهم كوبايتين مية وهتحطي عليهم السكر وتحطيه في الخلاط وهيطلع معاكي احلى عصير برتقان فريش. بس كده دي الطريقة. بصي متبططة ازاي، مش هتاخد منك مساحة في الفريزر، بس اهم حاجة تربطيها كويس علشان خاطر دوت مش زي الطماطم ده سايل شوية. والبرتقان بالجزر زي ما انت شايفة كده، طريقة سهلة وسريعة. بحبكم في الله يا احلى واجمل اخوات في الدنيا دي كلها. ما تنسيش تحط لايك.